كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمتنا لليوم اسمها كيف لي يا رب. والترنيمة ابتدأت معي وأنا بفكر في كم وكم وكم صنع الرب في حياتي من إحسانات، وكم غمر كل جوانب هاي الحياة في بركات من عنده، وتوجها في البركة العظمى بيسوع اللي جاء عشاني وعشان كل واحد فيكم وفينا، وانصلب عشاننا وحررنا بصليبه وبقيامته من الأموات، صار لنا نحن أيضا قيامة وصار لنا ميراث معه في المجد. ما أعظمه واللي علمنا نصلي نقول أبانا، أبانا الذي بالسموات، يعني أنا أبقى ابن لهذا الإله، لهذا الله العظيم. كم هو شيء عظيم ومفخرة لكل واحد بيعرفه، وشيء لو الإنسان عاش كل حياته يشكر بامتنان مش رح يوفي. فالرب عدت الكلمات بتقول كيف لي يا رب، كيف لي يا رب أن أكون ابنك وأحمل اسمك، كيف لي يا رب. بعد كل اللي عملته أنا في حياتي برضو تتنازل وبتسامحني، كيف لي يا رب. ما أعظمك. كنت بتأمل في بعض الآيات من الكتاب المقدس، وردت في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح الثالث العدد 26، بيقول لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. ما أعظمك. وفي الرسالة إلى أهل روميا العدد الإصحاح الثامن العدد 14 بيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك أبناء الله. أولئك هم أبناء الله، كل الذين ينقادون. ما أعظمك يا سيد في هالامتياز اللي أعطيته لكل واحد مؤمن عايش هالبنوة ويفتخر في هالبنوة، وتكون أنت تفتخر فيه كأنه ابنك على الأرض، يحمل صفاتك، يحاول يكمل عملك. لكن كيف لي يا رب أنا الخاطئ أن أكون ابنك. مبارك اسمك القدوس. ترنيم وعود. كفك كيف لي يا رب، كيف لي يا رب، كيف لي
يا رب أن أدعى من شعبك وأحمل اسمك وأنا الذي أنكرتك وفي خطيئتي أحسنتك أنا الذي أنكرتك وفي خطيئتي أحسنتك وإلى الصليب أسلمتك كيف لي كيف لي كيف لي كيف لي كيف لي يا رب يا رب بين جلال منصبك ومنصبي كيف لي يا رب أن أدعوك أبي وفرق شاسع بين جلالي منصبك ومنصبي إلا بفضل نعمتك جئت لكي تعني ومن فرط محبتك رفعت العقاب عني إلا بفضل نعمتك لكي تعني ومن فرط محبتك رفعت العقاب عني كيف لي يا رب كيف لي يا رب كيف لي يا رب كيف لي كيف لي كيف لي كيف لي كيف لي يا رب يا رب لك يا رب أن تأخذ القرار وأنت البار فوق الصليب عني تموت باختيار كيف لك يا رب تأخذ القرار وأنت البار فوق الصليب عني تموت باختيار إلا بفضل نعمتك جئت لكي تعني ومن فرط محبتك رفعت العقاب عني إلا بفضل نعمتك جئت لكي تعني ومن
من فرطمة حبتك رفعت العقاب عني. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. أحبك 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 يا رب يا رب. أشكرك. ترنيمة وعود، ترنيمة كيف لي يا رب زي ما سمعتوا مكتوبة على مقام الهزام من درجة السي أو ما يسمى براحة الأرواح. ارتكاز المقام على نص بيمول أو ربع تون أو سيكا، فيصعب عزفه على آلة غربية. وبحب أذكر إنه ترنيمة كيف لي يا رب تسجلت برضو بصوت مرنمة ممسوحة من تونس، صوفيا التونسية، وموجودة ممكن تسمعوها كمان وتسمعوا طريقة أداء مختلفة بالترنيمة، طبعا بتناسب مقدرة الصوت برضو. بصلي هالترنيمة تكون سبب بركة في حياتكم، وبترككم مع تقسيمة عود في نفس المقام. سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم.